تحسبا لعودة المنتخب الوطني إلى أرض الوطن اليوم 19 ديسمبر 2021، سخرت مصالح أمن ولاية الجزائر كافة إمكانياتها المادية والبشرية قصد تأمين مسار الموكب انطلاقا من مطار هواري بومدين الدولي إلى الجزائر الوسط عبر الطريق السريع المحاذي للواجهة البحرية، وهذا من خلال انتشار الفرق الراجلة والراكبة وكذلك فرق الأمن العمومي لتأمين هذا الحدث، بالإضافة إلى توعية الأنصار بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء الاحتفالات لتجنب وقوع حوادث المرور.